وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنه لا حسنات لهم ولكن تعد أعمالهم فتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها. نعم، الكفار لا حسنات لهم كما قال الله تبارك وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فكل الخير الذي يعملونه في هذه الدنيا يعطون الأجر في الدنيا، إما لهم وإما لأولادهم، هم يعطون في الدنيا، أما في الآخرة فلا خلق لهم عند الله تبارك وتعالى. نعم.